ميدانيا قتل 10 مدنيين و13 عنصرا من تنظيم الدولة الإسلامية جراء قصف جوي استهدف مدينة الرقة في شمال سوريا حسب ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان. وأضاف المرصد أن طائرات حربية لم يعلم ما إذا كانت روسية أم تابعة للتحالف الدولي استهدفت منطقة مدرسة معاوية التي تتخذ كمقر للحصبة ومحيط المستشفى الوطني وجسر الرقة. كما أسفر القصف عن انقطاع التيار الكهربائي في أجزاء من المدينة.